بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم إنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وقيام رمضان على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى، واعصمنا فيما بقي من أعمالنا، واغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وتقبل أعمالنا، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، وبارك لنا في أنفسنا وفي ذرياتنا وفي آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأهلينا وآل بيت نبينا وعلمائنا وسائر المسلمين وأمة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، املأها بركة ومغفرة ورحمة يا رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، في السنة 11 في كتاب بهجة النفوس، هذا الكتاب الذي نقرأه في تراويح رمضان فقط، نحن السنة دي تبقى السنة 11، بدأناه في رمضان 1427، والآن احنا في رمضان 1437، يعني دي السنة 11 في كتاب واحد، مش عارف هنخلصه امتى الله أعلم. على أي حال، احنا في الحديث 12 بعد 100، حديث جواز البيع بالسفر وأحكام أخرى، وكتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع الحجة أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، والمدفون بسقف المقطم بجوار مسجد سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري والسادة الوفائية، حشرنا الله في زمرة الصالحين، وحققنا بحقائقهم، وسلك بنا مسالكهم، وجزاهم الله عنا خير. أما بعد، في أول ليلة من رمضان فيها خصائص. أول ليلة في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعطى أمتي خمس لم تعطها أم قبله. في أول ليلة، الكلام ده في أول ليلة، خد بالك، ده لسه بقيت الشهر، ده في أول ليلة بس خمسة ما تاخدهاش أمة تانية. في أول ليلة من رمضان نظر الله لأمتي، ومن نظر الله له لا يعذبه، دي أول حاجة، يبقى نظر الله للأمة. تاني حاجة، يأمر الجنة أن تتزين، ويقول أوشك عبادي أن يستريحوا من عناء الدنيا. ثالث حاجة، يأمر الملائكة، ملائكة مخصوصين في رمضان، في ملائكة بتستغفر لنا طول السنة، لكن دول ملائكة قاعدين من رمضان لرمضان لشغلتهم، يستغفروا زيادة في رمضان، فيأمر ملائكة مخصوصون للاستغفار للمؤمنين في رمضان. والرابعة، خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. والخامسة، خامس حاجة، إذا كانت آخر ليلة في رمضان يغفر لهم ويعتق من النار. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا، هل هذا يعني للصائم فقط أم لسائر الأمة؟ قال لسائر الأمة، لأن فيه لا يصوم بسبب حظه. أرأيتم أن العمال إذا أدوا ما عليهم ألا يوفوا أجورهم؟ فيوفوا أجورهم. وبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان الفارسي، حديث طويل رواه ابن خزيمة وكذا الدارقطني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه في أول ليلة في رمضان الرسول قال للناس يعلمهم، في وسط هذا الحديث بيقول لهم إيه؟ أكثروا فيه من أربعة خصال، خصلتان
ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غناء لكم عنهما. أما الخصلتان التي ترضون بهما ربكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. عشان كده احنا بنقول ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، رب اغفر لي وتب علي. عشان ما يجيش واحد يقول لك انتوا بدعه، تقولوا بدعه. وممكن يطلع لك واحد من العيال الجهل، اشمعنى يعني تقولوا كده؟ لان احنا بننفذ كلام النبي، هو ما قراش السنه، هو جاي متصور العلم وهو جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ خصلتان ترضون بهما ربكما، تشهدون ان لا اله الا الله. ومعنى ايه لا اله الا الله؟ معناها مع محمد رسول الله، لان عنوان الشهاده. وبعدين تستغفرونه، فتقول اي صيغه استغفار بقى؟ رب اغفر لي وتب علي، تقول استغفر الله، تقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم، تقول ايه؟ تقول اللهم انت ربي وانا عبدك، اللهم انت ربي وانا عبدك، خلقتني خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك وعهدك ما استطعت. اللي هو سيد الاستغفار، يعني اي صيغه من الاستغفار ماشي، لان الرسول بيقول تستغفرونه، يبقى حط اي صيغه بقى. اما الخصلتان التي لا غناء لكم عنهما، عرفنا اللي نرضي بها ربنا، نقول لا اله الا الله محمد رسول الله ونستغفر. طيب، والتي لا غناء لكم بهما عنهما، تسالونه الجنه وتستعيذون به من النار. عشان كده بنقول ربي ايه؟ اللهم اني اسالك الجنه ربنا اعوذك من النار. يبقى احنا بقى مبتدعين ولا ملتزمين بنص كلام النبي؟ لان بيطلع لك عيال كده يقول لك اشمعنى يعني بتقولوا الحكايه دي في الترويحات يعني؟ لو قلت اي حاجه هيقول لك اشمعنى قلت لي اصلا، ولو سكت هيقول لك سكت لي، ولو اتكلمت طب اتكلمت لي. طب امال يعني ايه اللي يريحك انك انت تروح بيتك؟ يعني هم ما يستريحوش الا ان الناس تترك الذكر، فلا تسال لهؤلاء. يبقى المهم انك انت تكسر من هذه الخصال، شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله، وتستغفر الله، وتسال الله الجنة، وتستعيذ به من النار. في هذا الشهر بالذات تكسر من هذا. يبقى في كل صلاة، ولو تجعلها مع ختام كل صلاة، تجعلها في سجود كل صلاة لا بأس، لأن هذه الخصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غناء لكم عنهما. نعود بقى إلى كتاب بهجة النفوس. الحديث 12 بعد 100، حديث جواز البيع في السفر وأحكام أخرى، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر صعب. البكر اللي هو الجمل اللي لسه فتى صغير، يعني جمل لسه صغير يدوب يتحمل الركوب، لسه ما بقاش جمل ملوك كده كبير راجل، لا ده لسه جمل صغير يسموه بكر. كويس؟ فيبقى على جمل البكر ده بيبقى لسه ما اتعلمش قوي وتعود انه يتركب، فلما تيجي تركبه يبقى لسه مزمزق يضايقك، يعني لسه ما اتعودش. عشان كده سيدنا عبد الله بن عمر كان في السفره دي بقى على بكر، البكر ده كان بكر صعب مضايقه في السفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه، يعني اشتريه منك، لان زي ابن سيدنا عمر ما كانش عنده جمل كويس يحمل ابنه عليه، فاداله البكر ده يركبه ايه في السفره دي. فسال سيدنا عمر اللي هو مالك البكر، ما هو اداله ابنه يركبه، هو مالك البكر مين؟ سيدنا عمر. فقال لسيدنا عمر وهو في السفر: بعنيه فباعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله. النبي اشتراه واداله هديه لعبد الله اللي هو ابنه. وخد بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجد جمل صعب في السفر كان مجرد ان ينغزه كده يتعدل، لان كل ما مسه النبي يكمل، اي حاجه يمسها النبي تكمل على طول كده. فانت عارف كمان الفرس القطوف اللي هي كانت مربوطه على بستان ابي طلحه، لانها كان مولود بعيب خلق، الفرس ده مولود بعيب خلق، يسموه ايه؟ قطوف. قطوف يعني ايه؟ يعني رجليه تلف على بعضها ما يعرفش يمشي، كانه عيل كده جاله شلل اطفال. فكان عند ابو طلحه هذا الفرس القطوف ده ربطه على باب ايه؟
البستان بتاعه، محدش بيركبه غير صالح للركوب. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم صوت في المدينة في يوم شديد الظلمة وليلة شديدة البرد، صوت انفجار كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج، كان بستان أبي طلحة يعتبر في شمال إيه؟ في جنوب المسجد، جنوب عكس القبلة، جنوب يعني في يعتبر في الشمال بقى، لأن القبلة جنوب. فلما يبقى عكس القبلة يبقى إيه؟ يعتبر في الشمال، الجهة الشمالية، لأن القبلة الجهة الجنوبية، لأن مكة جنوب المدينة. فيبقى سيدنا أبي طلحة كان عنده بستان اسمه بيروحاء. بستان بيروحاء ده يعتبر كان مدخله عند باب الملك فهد الآن في مسجد النبي. كويس؟ يبقى النبي لما طلع وجد مين؟ وجد الفرس ده مربوط في الليل، وطالع بقى سامع صوت عايز يستكشف الصوت لوحده صلى الله عليه وسلم. فراح راكب الفرس ده وفكه بغير سرج، وعلق السيف بتاعه على رقبته صلى الله عليه وسلم، وجري الفرس في اتجاه الصوت ورجع. على ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، كان اهل المدينه خرجوا عشان يستطلعوا الصوت، لو النبي رجع قال لهم لن تراعوا لن تراعوا، طمأنا. ففوجئوا ابو طلحه ان الرسول اللي راكب الفرس الايه المشلول ده، فقال يا رسول الله كيف؟ قال اني وجدته بحرا. فكان هذا الفرس بعد ما ركبه النبي لا يسابق. يبقى ايه؟ يبقى كان والحديث في البخاري على فكره، مش بقول لك اساطير يعني، ده حديث في البخاري. يعني كل ما يمسه النبي يكمل يعني به كل. وكان سيدنا جابر بن عبد الله برضه في احدى السفرات راكب ايه؟ راكب جمل بيستخدم ايه في السقيا، يعني مش في الركوب، كان في جمال كده تخصص يشيل قرب الميه بس، دي شغلته. فلما تيجي تركبه يبقى غلس معاك، ما يقدرش ايه يطوع. وسيدنا جابر ما عندوش الا الجمل ده، واخد بالك؟ فركبه في السفره دي، فكان مغلب سيدنا جابر برضه. قام سيدنا رسول الله نغزه بايه؟ بعصاته، فصار هذا الجمل لا يسابق. معروف برضه حديث في البخاري. واشتراه النبي من جابر كمان، قال له بعينين، وبعدين لما وصل المدينة اداله ثمنه واداله جمل هدية صلى الله عليه وسلم. نفس الحكاية دي هعملها مع سيدنا ايه؟ عمر وابنه. سيدنا عبد الله بن عمر راكب برضه ايه؟ بكر صعب في السفر، فالنبي قال لعمر بعني هذا الجمل، فاشتراه منه هو في السفر. وبعدين ايه؟ لما وصل المدينة اداله الثمن واداه الفرس هدية لابن عبد الله بن عمر لابنه، قالوا ده فصار ملكا له بعدما كان ملك ابيه واخذه منه. فاهم؟ فبيقول هنا بقى في الشرح الشيخ: ظاهر الحديث يدل على جواز البيع في السفر والكلام عليه من وجوه، منها قول ابن عمر رضي الله عنه: كنت على بكر صعب يرد عليه سؤال، وهو ان يقال ما فائده قوله صعب، ولو اقتصر على ذكر البكر لكان كافيا ولحصل منه المقصود، وهم كانوا يختصرون من اللفظ الكثرة مع إيصال الفائدة. والجواب عنه أنه إنما ذكر الصعب لكي يبين به حكما آخر، وهو أن صعوبة البكر كانت من بعض المثيرات لشراء النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فإن بشرائه إياه يرجى ذهاب تلك الصعوبة. يعني مجرد أن النبي يبدي رغبته أن يشتري هذا الشيء، الشيء ده يكمل، فما بالك لو لمسه. على شكل يقول لك بكر صعب، فلما النبي أبدى شراءه دل على أن كان الذي أثار النبي لشراءه هو صعوبته، معناه أنه برغبته فيه يكمل. فإن بشرائه إياه يرجى ذهاب تلك الصعوبة. وفوائد أخرى على ما تقرر بعد، فمن جملة فوائده ما ذكرناه في أول الحديث، وهو جواز البيع في السفر أيضا، ومنها أن البيع ينعقد باللفظ دون افتراق يقع، ردا على من ذهب إلى ذلك. فإحنا قلنا أن إيه؟ البيعان بالخيار ما لم يفترقا، كنا قرينا الحديث ده زمان. البيعان بالخيار، خيار المجلس يسموه خيار المجلس، اللي هو الناس المصريين يقول لك إيه بين البيع والشارع، الشاري يفتح لك،
طول ما هم قاعدين مع بعض ممكن في اي واحد ايه ينقض البيعه وتقول كل واحد يمشي بين البايع والشاري ايه يفتح الله اللي هو خيار المجلس بس بلغه المصريين فهمت بقى؟ طيب خيار المجلس ده يدوم بالافتراق ما لم يفترق الفرقه دي تكون بالابدان ولا بالاقوال؟ هل الفرقه تكون بالابدان ولا بالاقوال؟ يعني هل الفرقه لما يسيبه ويمشي ولا لما يخلص الموضوع ويتفقوا ويفتحوا موضوع تاني؟ فهمت ازاي؟ خلاف بين المذاهب. في مذهب يقول لك العبره بالفرقه بالابدان، وفي مذهب ثاني يقول لك العبره بالفرقه بالاقوال، يعني لو دخلنا في موضوع تاني انتهى، انتهت البيعه. احنا قاعدين مع بعض، تشتري عربيتي؟ اه انت عارفها شايفها. طب تشتريها بكام؟ يقول لي ب60,000، اقول له خلاص موافق يلا. يقول لي على فكره ما عرفتش، شفت يا اخي في الدواعش في العراق عاملين كذا وكذا وكذا، وعاملين مش عارف في ليبيا، يعني دخلنا موضوع جديد، يبقى انعقد البيع لان حصل فراق بالاقوال. فهمت؟ دخلنا في موضوع ثاني، يبقى ده اسمه افتراق بالاقوال. على المذهب اللي يقول لك خيار المجلس طول ما انت قاعدين مع بعض لسه ما افترقتوش بالابدان، يبقى لك انك تغير، والمبدا التاني يقول لك الفراق بالاقوال، يقول لك تم البيع خلاص مالكش ترجع. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده أنا بيقول لك إيه؟ ومنها أن البيع ينعقد باللفظ دون افتراق أي بالأبدان. ده مذهب المالكية أصلاً. مذهب المالكية قالوا العبرة بالافتراق بإيه؟ بالأقوال مش بالأبدان. الشافعية قال لك لا الافتراق بالأبدان. طول ما أنتوا قاعدين في المجلس يا رب ساعة 2 3 4 واتكلمتوا في 100 موضوع لسه إيه؟ الخيار موجود، خيار المجلس موجود، ده عند الشافعية. عند المالكية لا، لو دخلت في موضوع تاني انعقد. فهمت بقى المسألة؟ أبو جمرة الشارح مالكي، فبيرجح المذهب المالكي. فهمت بقى؟ بيقول لك إن تم الفراق، لأنه كانوا مسافرين مع بعض ما افتقروش ما افترقوش بالأبدان أهو، ده هما ماشيين مع بعض في السفر، وتم البيع. دليل إنه خلاص تم البيع بالرغم من الافتراق، بعدم الافتراق بالأبدان، فدل أن الفراق يكون بالأقوال. فهمت ما الاستنباط بتاعه؟ وده يوافق مذهب المالكية اللي هو الشيخ مذهبه مالكي، عشان كده بيرجح مذهب المالكية. مع ان سيدنا عبد الله بن عمر نفسه في الحضر لما كان يحب يشتري حاجه وهو حريص عليها كان اول ما يتفق عليها ينصرف، لانه كان يرى الافتراق بالابدان. سيدنا عبد الله بن عمر نفسه، وعشان كده سيدنا الامام الشافعي خد راي سيدنا عبد الله بن عمر في المساله. راح يشتري بستان من سيدنا عثمان بن عفان وكان حريص عليه لانه زاد جنب ارضه وعايز بقى يضم ده مع ده. فسيدنا عثمان بن عفان وكان ساعتها سيدنا عثمان خليفه، فدخل عليه سيدنا عمر بن عمر تبع لي البستان الفلاني اللي هو تملكه انت؟ قال له اه ممكن بكام بكذا. خلاص يا ابن عمر، قال له السلام عليكم. عايز يمشي الحسن ايه يفكر يغير رايه. فهمت ازاي؟ فقال له اجلس لا اغير رايي، اجلس لا تخف يعني. فدليل ان كان مذهب سيدنا عبد الله بن عمر ان العبره بالافتراق بالابدان مش بالاقوال، ده من حيث العمل، وده اختيار الامام الشافعي. لكن الحديث ده دلك على ان برضه اللي قال ان الاختيار خيار المجلس ينصرف بالاقوال ومش بالابدان ليه وجهه نظر، لانه تم البيع وهما ما زالوا مسافرين مع بعض لم يفترقوا بالابدان. يبقى ده صح وده صح. فهمتوا بقى المسألة؟ ده صح وده صح. يعني ده له دليل وده له دليل. علشان كده بيقول لك ومنها أن البيع ينعقد يعني باللفظ دون افتراق يقع. يعني إيه باللفظ؟ يعني افتراق بالألفاظ مش افتراق بالأبدان. ردا على من ذهب إلى ذلك، بيرد على الشافعية يعني بيلمس لأنه ملكي. ردا على من ذهب إلى إيه؟ إلى ذلك. طبعا احنا شافعية حسينا بالمسألة وعرفناها على طول، ده بيقصدنا بقى ولا ايه ده؟ فاهم؟ عشان احنا شافعية فهمناها. ومنها جواز التصرف في المشترى قبل قبضه اذا كان عرضا او حيوانا. انك انت ممكن تتصرف في الشيء اللي اشتريته اذا كان عرض او حيوان. كويس؟ مش طعام. يعني الطعام لا يجوز انك تبيعه الا بعد ما تحوزه. المأكول، أي شيء مأكول لا يجوز بيعه إلا بعد ما تحوزه. تستلمه الأول، يبقى في حيازتك تبيعه.
لكن العرض والحيوان ممكن تشتريه وما تنقلوش من مكانه وتبيعه تتصرف فيه وهو لسه في مكانه، لان سيدنا رسول الله اشتراه من عمر واتفقوا على الثمن وقال لعبد الله بن عمر هو ليك هديه، مع ان النبي ما خدش البكر وركبه او دخله الزريبه بتاعته، فهمت؟ ما حاسبوش ده، هو عبد الله بن عمر ما فرقش الجمل، يعني كانه تصرف فيه قبل حيازته. فهمت بقى؟ الفقهاء بيستفيدوا من الاحاديث، انت تقرا الحديث ما تعرفش تطلع الاحكام دي، لكن الفقيه حاجه تانية لانه عقليته فارقه فيطلع لك احكام كتير. والله لو قعدت تقرا الحديث 100 سنه من غير ما تاخد بالك من كلام الفقهاء اللي ربنا وهبهم هذه هذا الهبه ما تعرفش تطلع الاحكام من هذا السطر. فشفت يقول لك هنا، لكن في الرسول صلى الله عليه وسلم ايه في الطعام قال ايه لا تبيعه حتى ايه تحوزه، يعني يدخل في ايه في ملكك الاول ملك التام ده في الطعام. ومنها ان البيع منها جواز التصرف في المشترى قبل قبضه اذا كان عرضا او حيوانا، بخلاف الطعام المكيل، لان الطعام المكيل لابد ان انا اكيله بقى واحوزه بالكيل، انما العرض انا مش هكيله خلاص، والحيوان ما بوزنوش، سيارة مثلا ثلاجة خلاص ممكن ابيعها وهي في المحل، اشتريها من المحل وهي لسه في المحل ابيعها لواحد تاني واقول له روح استلمها بقى من المحل. فهمت بقى؟ ومنها جواز التصرف في السلعة قبل دفع الثمن كمان، لانه قبل ما يقبض، لانه هيقبض سيدنا عمر لما يرجع المدينة. فهمت؟ هو اشترى، تم الشراء بوعد بالثمن ولسه ما دفعش الثمن تصرف فيه واهداء، والاهداء تصرف. فهمت؟ فيبقى برضه جواز التصرف حتى قبل بقى ايه؟ دفع الثمن. وده هيحل لك مشاكل دلوقتي في القضايا المعاصره على فكره في البيوع اللي بتتم ساعات عن طريق النت، وانت قاعد كده تشتري ولا حست ولا حاجه، وبعدين تروح بايع ولا نقلت حاجه ولا عملت حاجه، بتحصل الحاجات دي ويمكن لسه ما دفعتش لانك انت اديت الفيزا والفيزا لسه ما حصلهاش، علشان يحصلها ياخد يومين ثلاثه وتصرفت انت فيه من دلوقتي. فدي تحل لك اشكاليات في جواز البيوع عن طريق ايه؟ النت والحاجات اللي زي دي، لانك انت بتبيع ولا عندك مخزن ولا بتبعت حد يستلم ولا بضاعه تتنقل ولا حاجه خالص. فهمت؟ واحيانا تبيع قبل ان يحصل البائع الثمن اللي انت دفعته له كمان، لان على ما يحصله بالفيزا بياخد له عده ايام. فهمت بقى المساله؟ فكل دي التصرفات دي بتحل لك اشكاليات في عقود بيع معاصره، واخد بالك؟ تجد فيها الرد الفقهي عليه، فالفقيه ما يحترش. ومنها جواز التصرف في السلعه قبل دفع الثمن، ومنها جواز طلب السلعه للبيع وان كان صاحبها لم يعرضها للبيع، ومنها كمان انك انت ممكن تعرض على واحد تشتري منه حاجه وهو مش عارضها للبيع. سيدنا عمر كان بقى عارض البكر بتاعه ده للبيع؟ هذا ده رسول الله اللي اقترح عليه، يقول له ما تبيعنيه يا عمر، هو سيدنا عمر مش عارضه للبيع. فمنها جواز انك انت تفاتح اخر في ان تشتري ما يملك قبل ان يعرضه، يجوز هذا، ما يعتبرش تصرف فضولي، ما يعتبرش هذا التصرف تصرف فضولي. فهمت ازاي؟ ومنها انه ادخل بذلك سرورا على عمر رضي الله عنه، لان البركه تحصل له بالثمن الذي ياخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ومنها ادخال السرور على سيدنا عمر، لان سيدنا رسول لما يديله فلوس كان حيزع النبي. شوف بقى ده سيدنا عمر، ده انت لما بتاخد مثلا جنيه من الشيخ بتاعك تبقى مش عايز تصرفه، صح؟ البركه ده كان في جيب الشيخ، فما بالك بقى الثمن كان في ايد النبي وده سيدنا عمر، ده يدخل السرور ايما سرور على سيدنا عمر، فادخل السرور عليه بانه قبض الثمن من يد النبي صلى الله عليه وسلم، وادخل السرور عليه كمان ان هو اهدى لابنه كمان. تصور انت واحد بيهدي ابنك حاجه فخمه، جايب له عربيه مثلا، لازم هتحبه، لان يعني تفرح ان ابنك جات له عربيه هديه. ومنها جواز التصرف في السلعه قبل الثمن، ومنها جواز طلب السلعه للبيع وان كان صاحبها لم يعرضها للبيع، ومنها انه ادخل بذلك سرورا على عمر
رضي الله عنه، لأن البركة تحصل له بالثمن الذي يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه أدخل بذلك السرور على ابن عمر رضي الله عنه من وجهين، أحدهما لما يرجى من ذهاب صعوبة الجمل لبركته بشراء النبي صلى الله عليه وسلم إياه، والأخرى أنه وهبه له، ومنها أنه أدخل بذلك السرور على عمر برضو رضي الله عنه، لأن المسر للابن مسر للابن والأب، ومنها ما يترتب من الندب لأن السيد في قومه أو عشيرته مأمور أن ينظر في حال إخوانه، فليلطف بالضعيف ويواسيه ويدخل السرور على إخوانه ابتداء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفر هذا مع ابن عمر حين رأاه على ذلك الجمل بذلك الحال. ولهذا يقال الإخوان على ثلاثة أضرب، فالأول أن تكون تنظر أخاك بعين الفتوة فتفضله على نفسك، كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، اللي هو مقام الفتوة. مقام الفتوة عند الصوفية إيه؟ تبقى أنت محتاج الشيء وأخوك محتاجه، تقوم تدهوله وتقعد أنت تبقى محتاجه. فهمت إزاي؟ يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أنا عايز أشرب كوباية الشاي دي ومصدع ونفسي فيها، وبعدين جيت أنت تقول لي أنا عايز أشرب شاي، واللي بيعمل لنا الشاي روح أو خد، ولا خد، لا متشكر أنا مش محتاجه، جزاك الله خد، وأنا أصلا محتاجه. دي اسمها مقام الفتوة. وكما فعل علي رضي الله عنه مع أبي بكر رضي الله تعالى في السلام، لأن علي رضي الله عنه كان إذا لقي أبا بكر رضي الله عنه ابتدأه بالسلام. سيدنا علي أصغر من سيدنا أبو بكر، فكان لما يقابل سيدنا أبو بكر سيدنا علي كل ما يقابل يبتدي بالسلام على كويس. فلما أن كان يوما لقيه فلم يسلم عليه، مرة بقى قابل سيدنا أبو بكر ما سلمش عليه، فابتدأه أبو بكر بالسلام ورد عليه علي، فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. سيدنا أبو بكر بيقول علي كان باستمرار كل ما يشوفني يسلم علي، المرة دي ما سلمش علي وأنا اللي بدأت يا رسول الله، هي الحكاية وزعلان مني لأنه غير عادته. فسيدنا رسول الله سأل بقى سيدنا علي إيه أنت ليه غيرت عادتك مع علي بكر؟ فقال يا رسول الله إني رأيت البارحة قصرا في الجنة. شاف منام سيدنا علي في المنام في الليلة اللي قبلها قصرا في الجنة فأعجبني، فقلت لمن هذا؟ فقيل لمن يبتدئ أخاه بالسلام، فأردت أن أوثر اليوم أبا بكر به على نفسي. شفت بقى الجمال، مقامهم عالي، حاجة عالية. وكما فعل الصحابة رضوان الله عليهم حين يتثقلوا بالجراح في قدح الماء، وقد تقدم ذلك غير هذا الحديث، القصة المعروفة اللي كانوا حتى بيقولنا وإحنا في ابتداء، لما الصحابة كانوا 10 مجروحين وعطشانين، وجاء الرجل بالماء فيدي للجريح يقول له ادي لي اللي جنبي وأحق به، والتاني يقول له ادي لي اللي جنبي أحق به، لحد ما خلص العشرة ما حدش منهم شرب، رجع للأولين لأمات، رجع للتاني لأمات، ماتوا كلهم ما حدش شرب. معروفة القصة يعني. والثاني أنك تنظر لأخيك مثل ما تنظر لنفسك، لقول عليه السلام لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقول عليه السلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشتد بعضه بعضا. ده المؤمن بتاع زمان، إنما المؤمن بتاع اليومين دول الله أعلم بيه. إيه؟ ربنا ينجينا يا سيدي ويرجعنا لخصال الصحابة. والثالث أنك تنظر لأخيك مثل ما تنظر لعبدك، تعني في المطعم والملبس وقيامك له بما يصلح حاله، وإن غفل عن ذلك لا بعين الاحتقار له والرفع عليه، لأن العبد يلزمك إطعامه وكسوته وكل ضروراته، فإن لم تقدر على ذلك لم يجز لك إمساكه وأمرت ببيعه، وكذلك الأخ يلزمك منه هذا الأمر، فإن لم تقدر على ذلك من فاقة أو غير ذلك بالعذر إذ ذاك تبديه له حتى ينصرف بالتي أحسن من غير تغيير يقع له منك، فالعذر للأخ عند العدم كالبيع للعبد عند العدم أو العدم يعني لتوفية حقوقه، وهذا أقل المراتب. يعني بيقول لك أنت لو تملك عبد لابد أنك أنت تحسن إليه وتطعمه وتكسيه وكله، عجزت في أفتارة مش قادر تطعمه بيعه بقى يشوف المصلحة، زي لما يبقى عندك حيوان مثلا وأنت مش قادر تقوم بإيه بحقوقه لأنك مشغول فبتسيبه لا تجد من يطعمه ولا يسقيه، يبقى بيعه علشان ما تسيبوش يتعذب. طب الاخ انت ما تملكش تبيعه لكن من حقه عليك انك انت تشوف مصلحته، طب افرض اصابك العذر مش قادر تعمل مصلحته، تقوم تعتذر له وتبين له العذر، ف
فالعذر للصديق كالبيع للعبد عند العجز. فهمتوا بقى؟ وفي الحديث دليل على أن المرء إذا تعرض له فعل من أفعال البر فإن قدر عليه أن يفعله ويتضمن غيره من الأفعال الحسنة كان أولى مما يتضمن ذلك الفعل وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد إزالة صعوبة الجمل لغير لضربه بقضيبه كما فعل عليه السلام لبعير كان لبعض الصحابة وهو بعير جابر، كذلك فهرول بين يديه وزال ما كان به أو لركب البكر. كان ممكن يعمل النبي إيه لو المسألة عايز يزيل الصعوبة بس؟ كان ممكن يقول له سيب لي البكر ده يركبه النبي لحظة يتعب، أو ينغزه بالعصا بتاعته زي ما نغز إيه البعير بتاع جابر بتتعادل. لكن النبي هنا عمل حاجتين، قال رغبته ان يشتريه عشان يدخل السرور على قلب عمر، وعلشان كمان ينصلح حال البكر، وعلشان كمان يدخل السرور على قلب عبد الله بن عمر بان صار مالكا له بعدما كان لا يملكه. يبقى معناه انه بتصرف واحد ايه افاد فوائد كثيره، بدل ما يتصرف تصرف يفيد فائده واحده فاختار التصرف اللي يدي فوائد كثيرة. أو لركب البكر كما ركب فرسا كان قطوفا لأبي طلحة رضي الله عنه، فرجع الفرس عند ذلك بحرا، بحرا يعني واسع الخطى يعني لا يلحق، ولكنه عليه السلام لما أراد إزالة ما كان بالجمل أمكن أن يتوصل إلى أفعال كثيرة مع تضمن الأول فعل ذلك ولم يقتصر على الفعل الواحد. ومثل ذلك من أراد أن يتصدق بصدقة فالأولى له أن يتصدق على قريبه لأنه يحصل له بذلك فعلان وهما الصدقة وصلة الرحم إلى غير ذلك من هذه الوجوه. وساعات كمان الواحد لما يحب يتصدق بصدقة يوم يديها لأخوه يقول له خد دي تصدق بيها على فلان، يوم أخوه لما يوصل الصدقة ياخد ثواب الصدقة كمان كأنه هو تصدق. فهم؟ وبهذا المعنى فضل أهل الصوفة غيرهم لأنهم عملوا على قدم الإحسان، فالأعمال في الظاهر واحدة ومنازلهم أعلى من منازل غيرهم، لأن كل محسن مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا محسنا، وهم قد عملوا على ذلك حالا وصححوه مقالا كما جاء في الحديث المأثور المشهور وهو حديث جبريل عليه السلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان ثم قال له ما الإحسان؟ فقال عليه السلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والله الموفق المستعان بمنه وفضله. وغدا حديث جواز كراء الأرض للمسلم ومنعها عن الذمين، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين أن تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.